وأثبتت الجزائر من خلال اعتمادها مقاربة أولوية القرار العلمي، أقول أولوية القرار العلمي على السياسي، وعدم تسييس الإجراءات رغم الضغوطات الكبيرة من مختلف الأطراف متبنية مطالب شعبوية، إلا أنها في كثير من الأحيان تكون خطيرة المآلات. إن النتائج المحققة لحد الآن بفضل الله أولاً ثم بفضل جهود وتضحيات الطواقم العلمية والطبية وقدراتها على التحكم وإعداد البرامج والحرص المكثف على التوعية من جهة، ومن جهة أخرى على ما بذلته الدولة من مجهودات كبيرة في المرافقة والدعم الاجتماعي حتى الوصول إلى هذه المرحلة المتمثلة في التلقيح، والتي نغتنم هذه السانحة لنثمن عالياً قرار السيد الرئيس ببدء التلقيح قبل نهاية شهر جانفي، وهو ما نجحت الحكومة في تحقيقه والحمد لله، إضافة إلى اعتماد مجانيته والحرص على التوازن والتوزيع العادل وفق أولويات علمية.